لو مليت من شكل الويندوز وحاب تغير مظهره ويصير كأنه ماك او اس مثل ما انت شايف، خليك معي. تخلص من اللاج في ألعابك من خلال تقليل البينج في أي لعبة أنت بتتخيلها. فمثلا ممكن يكون بينجك 120 يصير 60 ولا 40. فإذا كنت مهتم بالتفاصيل أكثر رح أكون تارك لك تحت الفيديو رابط الشرح ورابط التحميل إن شاء الله. أول خطوة رح ننزل هالبرنامج اللي بين قوسين هو مدفوع وليس مجاني، فلازم إنك تشتريه. ولو بدك شيء مجاني رح أترك لك فيديو حكيت فيه من سنة باستخدام برامج مجانية كيف تخلي الويندوز كأنه ماك. صحيح لو حبيت تشتري مفاتيح تفعيل للويندوز أصلية أو للأوفيس رح أترك لك رابط موقع كيز فان تحت الفيديو مع أكواد الخصم، روح واشتري على عروض السنة الجديدة بأسعار جدا مخفضة. حاليا بس يشتغل البرنامج رح يكون بهالشكل. لسه ما خلصنا طبعا. أول شيء بدنا نسويه نتخلص من أيقونات سطح المكتب بهالشكل. أوكي حاليا تعال نخفي شريط المهام. اكبس كليك يمين على الدوك نفسها تبعت البرنامج بأي مكان فارغ، اعمل هايد للتاسك بار. طبعا لسه ما خلصنا. تعال نغير شكل الماوس. فوت على هالرابط من تحت الفيديو، ادخل على الريليزز، حمل اول ملف. فك ضغط الملف بالونرار او اي برنامج. لما تفتح الملف راح تشوفه مقسم الى نوعين، اختار اي نوع منهم حسب انت شو بدك. بعد ما تفتح النوع اللي بدك اياه راح تختار اما بدك اياه يكون مع ظل او بدون ظل. بعدين راح تختار حجم الماوس صغير وسط او كبير. دور على ملف اسمه انستول في اي فولدر انت بتفتحه، كليك يمين عليه واعمل له انستول، اعمل اوكي. وهيك خلصنا من الماوس. متبقي علينا الخلفية. ممكن تحمل أي خلفية ماك بدك إياها وممكن تسوي مثلي. رح استخدم برنامج Wallpaper Engine اللي ممكن تحمله من ستيم وطبعا مش ببلاش، لازم تشتريه. رح أكون ترك لك رابط شرحه تحت الفيديو. رح أبحث عن أي صورة بتخص الماك. وهيك رح يصفي معنا الشكل بالنهاية. ممكن تفوت على إعدادات البرنامج وتغير كثير فيه وبشكله وبطريقة شغله. نجرب خلفيات ثانية مثلا من الوول بيبر انجن. وهيك أنا بكون انتهيت من الفيديو، إن شاء الله يكون عجبكم. نسيت أحكي لك عشان تسكر البرنامج، إما بتدخل على ستيم نفسه وبتسكره أو من خلال إنك تعمل رايت كليك على مكان فارغ وبتسوي كويت.
طريقة إظهار أيقونات الويندوز هي نفسها ولكن بالعكس. لا تنسى اللايك والشير. السلام عليكم. Let's be really, real anxiety can foggy up.